عندي بنتي عندها مشاكل في الجلد، في على ثروة الرأس، عندها حقة شديدة ايه ودايما دايما تحكهم، دايما تحكهم. زعما هل زعما هذه من القشرة؟ القشرة هذه زعما راهي مريضة ولا زعما راها كأعراض من الشامبوان ولا زعما دوكا؟ مانيش عارفة علاش هي دايرة لها هذيك الحكة. عندك اش حكة من بسمعها؟ القشرة، شحال عمرها؟ 23 سنة 23 سنة. وشعرها طويل. وشعرها يزيت ولا ناشف؟ ايه زيت، ايه زيت زيت. طبيبة والله صراحة القشرة في الشعر يعني في هذا العمر عادة على الأغلب ما تكونش يعني فطريات أو يعني التهابات بكتيرية، على الأغلب ممكن أنها تكون تدخل في باب الصدفية أو الإكزيما الدهنية، يعني لا ديرميت سيبوغيك أو الصدفية عادة. فيجب أن تتوجهي طبعا الفحص من قبل الطبيب المختص في الأمراض الجلدية. وعادة يسيلو ستريس، عادة هو التوتر العصبي اللي يسبب هذه المشاكل. طبعا يلزمها أكيد بعد أنه ما نعمله فحص ونشوفوها. عمر 23 ايضا قليل وين يكون مثلا مشكل قمل او مشكل كما قلنا نقولوا ينتقل بالعدوى، فخاصه انه كاين قشره ايضا. فاعتقد انه المشكل تاعك ممكن انه يدخل في باب التوتر العصبي اللي يسبب مرض الصدفيه، صدفيه فروه الراس، او اذا كان الشعر دهني وهناك نوع اخر من الامراض التي يسببها التوتر اللي هي تعرف لا ديرميت سيبوغيك او الاكزيما الدهنيه. ضروري انه نقوم بفحص بنتك يعني في فروه الراس، ونفحصوها ايضا في الوجه، نفحصوا كل الجلد تاعها. لكن ان شاء الله خير، ما تتقلقيش.